المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قرآنيات. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أهلا أخي مالك. أهلا بك أخت فرحة. مين اللي بيلهم الفجور والتقوى في هذه الآية؟ فعلا تقول آية الله في هذه الآية، يقول عندما خلق الله الإنسان فخلق النفس البشرية فألهمها فجورها وتقواها. الإلهام باللغة العربية ماذا تعني الإلهام؟ الإلهام هو يقال ما يلقى، يعني ما يلقى في عقل وقلب الإنسان. بمعنى عندما يلهم الله شيئا ما فإذا يدخل في عقله وفي قلبه. والإلهام أيضا يرادف كلمة الوحي بالمناسبة، عندما يدخل في العقل وفي القلب. فعندما يقول الله فألهمها فجورها وتقواها، فعندما يلهم النفس، يخلق النفس البشرية ويلهمها الفجور، إذا يدخل في عقلها وقلبها الفجور، فيصبح الإنسان إذا مسير. عندما يخلقني الله ويخلق في نفسي، يلهم في نفسي الفجور في عقلي وفي قلبي، فأصبح إذا أنا أسلق طبيعيا وفق الإلهام، يعني أنا أبرمج، يعني بمعنى يلهم يبرمج، يجعلني مبرمجا. فالله يبرمجني على الفجور والتقوى، فإذا اخترني للفجور وسلكت في الفجور فأنا أصبح مبرمج أسير وفق هذا الموضوع. فإذا الآية أخت فرحة هي توازي آية الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فتوازيها بالضبط. فنحن أمام قرار إلهي متعسف، لا نعرف يعني على أي أساس يقوم به، أنه يأخذ هذا النفس البشرية ويبرمج جزء منها من بعض الأنفس إلى الفجور، وجزء أو بعض الآخر إلى التقوى. الله بيلهم بالفجور، أمال الشيطان بقى هيلهم بالهداية؟ هما الاتنين كل واحد خد دور التاني؟ هل ده معقول يا مسلم؟ الله يلهم بالفجور؟ شكرا أخي مالك، شكرا عزيزي المشاهد. فكر، الشيطان بيلهم بالهداية ولا إيه؟ نقلب الموضوع، الله يلهم بالفجور حاجة. شكرا جزيلا، نلقاكم في الحلقة القادمة.